قتل كليب بن ربيعه وقامت حرب استمرت لمده 40 سنه كان قائدها الزير سالم في حرب البسوس. حرب البسوس هذه الحرب اللي استمرت لمدة 40 سنة بسبب مقتل كليب اللي قتل ناقة خالة جساس. جساس اللي قتل كليب. تفاصيل طويلة عن هذا القصة، بس اللي ما شاف الحلقة اللي قبلها يقدر يشوفها، موجودة هنا في الآي كارد وتحسوها كأنها تكمل، يعني تقدر تأخذها. هذه كانت جزء أول وهذه جزء ثاني. نبدأ بقصة حرب البسوس. وقبل ما ننسى يا ريت تسووا شير لايك سبسكرايب. بعد مقتل كليب رجع جساس بفرسه وكان على عجلة، كان مرة كده متوتر. فأخته الجليلة كانت واقفة جنب أبوها، فقامت قالت له إنه لجساس، فقام قال لها والله ما خرجت ركبته إلا لأمر عظيم. فلما جاء جساس قال له أبوه ما وراك يا بني؟ فقال ورائي أني قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمنا. فقال له وما هي؟ سكوت. لأمك الويل؟ سكوت. أقتلت كليب؟ قال نعم. فقال أبوه إذن نسلمك بجريرتك ونريق دمك في صلاح العشيرة، والله لبئس ما فعلت، فرقت جماعتك وأطلت حربها وقتلت سيدها في شارف من الإبل، والله لا تجتمع وائل بعده فعليا ولا يقوم لها عماد في العرب. فجساس هنا ضايق من كلام أبوه، أبوه أنت هتسلمني؟ فقام قال له جساس، قال له تأهب مثل أهبتي ذي كفاح، فإني الأمر جل عن التلاحي، وإني قد جنيت عليك حربا تغص الشيخ بالماء القراحي. وعلى فكرة مرة يحب جساس لأنه آخر العنقود، فاهم؟ ما يحب يزعله، بس أبوه في نفس الوقت من الفصلة رد عليه بشعر. فإن تك قد جنيت علي حربا تغص الشيخ بالماء القراحي، جمعت بها يدك على كليب فلا أكل ولا ورث السلاح، ولكني إلى العلاة أجري إلى الموت المحيط مع الصباح، وأجمل من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماح. ولما قتل كليب كل النسوان اجتمعوا في الحي عند أهل كليب وسووا ما عندهم عزاء اسمهم مأتم، تمام؟ واحدة راحت قالت لأخت كليب إنه لازم نرحل جليلة لأنه ما ينفع في قعودها في شماتة وعار علينا عند العرب. ففعلا قالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا. فقالت لها أخت كليب رحلة المعتدي وفراق الشامت، وإلى غداتي لآل مرة من الكرة بعد الكرة. فلما جليلة سمعت الكلام ده فقامت قالت كيف تشمت الحرة بهتك سترها. أصيلة بت، والله أصيلة كانت جليلة. ولما رجعت الجليلة لأبوها مرة قال لها ما ورائك يا جليلة؟ قالت له ثكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عما قليل. يعني أنا دحين زوجي راح وجساس حيروح. فأبوها لما شاف حالها زي كذا قال لها أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ إنه طيب ما نقدر نجلس مع الجماعة ونديهم فلوس وكذا وحمادة ونتصالح. فقالت له دليلة إنها أمنية مخدوع ورب الكعبة، انتبه أنت أنا لسه جاي من عندهم. همام أخو الجليلة وأخو جساس وابن مرة يعتبر أخ للزير سالم جليس، ودائما بينهم كده جلسات وعندهم عهد انهم ما يكذبوا على بعض ابدا. فوقت ما قتل جساس كليب كان همام جالس مع الزير كانوا بيشربوا، فجات جاريه بتقول الخبر لهمام. همام سمع الخبر انجلط، وهو رايح لعند زير سالم قام قال له الزير، قام قال له ما شأن الجاريه والفرس ليه بطارت كده وما بالك؟ فقام قال له همام يا عمي اشرب ودع عنك الباطل. قال له وما ذاك؟ قال له زعمت ان جساس قتل كليبا يا شيخ. فضحك المهلل وقام قال له قال له جساس اخوك اضعف من ذلك؟ وضحكوا وسكتوا لانه كانوا دائما يستقلوا بجساس كانوا صغير، يعني بالله ده التفخ حيقتل كليب.
فجلسوا يشربوا. طبعا مهلهل كان بيسكر سكر الآمن، وهمام بيشرب شرب الخائف. همام خلى الزير يسكر لحد الثمالة، وقام من عنده واخد بعضه وراح عند أهله. الزير لما كده فاق رجع لأهله هو سكران، وشافهم يعقروا الخيول ويكسروا رماحهم، فقال له ويحكم ماذا دهاكم؟ فلما قالوا له الخبر إنه كليب مات، قال لقد ذهبتم شر مذهب، أتعقرون خيولكم حين احتجتم إليها وتكسرون سلاحكم حين افتقرتم إليه؟ اللي هو يعني مش لوجيك إنك تعمل كده. فلما نوقف عند قبره أنشد قائلا الزير سالم، دعوتك يا كليب فلم تجبني، وكيف يجيبني البلد القفار؟ خذ العهد الأكيد علي عمري بتركي كل ما حوت الديار، وهجر الغانيات وشرب كأس، ولبسي جبة لا تستعار، ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار، وإلى أن تبيد سرات بكر فلا يبقى لها أبدا أثار. وجلس المهلهل يبكي أخوه ويستوعب هول الموقف اللي هو فيه ويرثيه بالشعر. بس طول المهلهل، طول بس يتوعد ابناء مرة، إلين ما كذا قوم يقولوا له انه خلاص هذا ما يقوس منه ولا حيقاتل ولا شيء، بس قاعد يهرج. وهذا اصلا زير نساء، وزير النساء مو معناته انه نسوانجي، هو واحد تعرف اللي روحه حلو يحب يجلس مع نسوان، فاهم؟ اللي هو اللي دمه خفيف يحب الجلسة الطرية المبتعد عن التماسيح والخناشير، هذا 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 قصدهم بالزير. ما علينا. ولما جاء الكلام للزير هنا قال لك لا، استوعب وانتبه للحرب، شمر ذراعه وجمع قومه وقص شعره وقصر ثوبه، ما حط طيب ما شرب خمرة، وقال ما حد هن ولا دهن يعني على جسمي حتى يقتل بكل عضو من كليب رجلا من بكر. وجلس يحث بني تغلب على الأخذ بالثأر لما جالوا أكابر القوم، وغالبا والله أعلم إنه هو ابن عباد، قال له إنا نرى أن لا تعجل بالحرب حتى نعذر إلى إخواننا، فبالله ما تجدع بحرب قومك إلا أنفك، يعني ما حتضرب لغير خشمك، ولا تقطع إلا كفك. فقال جدعه الله أنفا وقطعها كفا، والله لا تحدثت نساء تغلب أني أكلت لكليب ثمنا ولا أخذت له دية. فقال لا بد أن تغض طرفك وتخفض جناحك لنا ولهم. وفكره المهلهل أنه يخالفهم فينفضوا من حوله، فقال أوكي دونكم ما أردتم، ماشي نسمع من الجماعة ونقول إيش عندهم. كان منشف راسه بس جلس، وانطلق رهط من أشرافهم كم واحد من كبارات القوم، وجلسوا مع مرة بن ذهل فعظموه كده وكلموه، قالوا له إنكم أتيتم أمرا عظيما بقتلكم كليبا بناب من الإبل وقطعتم الرحم، ونحن نكره العجلة عليكم دون الأعذار، يعني ما نبي نتسرع، وإننا نعرض عليكم إحدى ثلاث، لكم فيها مخرج ولنا مرضى. إيش الثلاثة الأشياء؟ قالوا لهم إما إنكم تدفعوا لنا جساس فنقتله بصاحبنا وخالته وخالتك وتفرقوا الجيران، فلم يظلم من قتل قاتله، وإما أن تدفعوا إلينا هماما فإنه ندلك ليب، عشان جساس عيل خذ همام الكبير. طب ما نبغى همام، من الثالث أنت يا مر بنفسك فإن فيك رضا القوم. سكت في الجلسة كده وكده وهدوء، ورؤساء بني بكر بن وائل قالوا تكلم غير مخذول، تمام قول وما يردك إلا لسانك. فقال إما جساس فغلام حديث السن ركب رأسه فهرب حين خاف، فوالله ما أدري أي البلاد انطوت عليه ماشي، أما همام فأبو عشرة وأخو عشرة، ولو دفعت لكم لا يصيح بنوه في وجهي، حيجوا أولاده يعصب عليه ويزعقوا لي، وحيقولوا دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره. قالوا له طب وانت؟ قال لهم إما أنا لا والله ما أتعجل الموت، وهل تزيد الخيل على أن تجول جولة فأكون أول قتيل؟ الله استنى شوية، لكن لكم في غير ذلك أي واحد من أولاد التانين فدوا له، وإن شئتم لكم 1000 ناقة تضمنها لكم بكر، يعني أختار واحد من عياله ولكم 1000 ناقة. هنا التغلبين شافوا عيبة، قالوا له يا عمي إنا لم نأتي لترضي لنا بنيك، يعني تعطينا أي واحد عادي كده من عيالك. ورجعوا قالوا القصة دي للمهلل، فالمهلل عصب قال والله ما كان كليب بجزور نأكل له ثمنا،
يعني مش حنجيب شوية نياق ونحتفل لا. واعتزلت قبائل من بكر الحرب قالوا يا عمي ما نجلس معاهم وكرهوا مساعدة تمر على القتال الحق ينقال وخلاص قالوا جساس بناب كليب. تغلب لمت نفسها وجابت معاها جماعة النمر بن قاسط وصاروا يد واحدة على بكر. يعني ايه صار دحين في تحالف بدأ يشتغلوا الجيم اوف ثرونز. وكان الحارث بن عباد يعتبر احد حكام بكر وفرسانها ودا الشخص مرة قوي. فلما عرف بمقتل كليب اعتزل بأهله وحل وتر قوسه ونزع سنان رمحه فكها يعني مع انه من اقوى العرب. يعني هذا الرجل لو دخل في معركة واحدة كفته انتصرت ما كان فيها نقاش. وقال كلمته المشهورة واحدة الروايات تقول انه الزير سالم راح له يبي يعرف ايش وضعه قال له لا انا ما لي فيها. ابن عباد كان عنده فرسة بيضة اسمها النعامة شديدة السرعة ما في أحد قدر يهزمها. يعني كانوا لما يتسابقوا معاه وهو كبير في السن ما حد كان يقدر يسبق النعامة. فقام قال له طيب مدام ما حد تدخل في الحرب النعامة اديني هي. قال له يا مهلهل هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. إذا تسمع المصطلح ده دائما بينقال ابن عباد عرفت المصدر. وامتنع الحرب وقبت الحرب بين الحيين في أول موقعة وكانت على ماء يقال لها النهى. وكان بنو بكر بنو شيبان نازلين عليه يعني هم بنو بكر هم اللي مستحكمين عليه وتغلب حتخش عليهم. تغلب كانت برئاسة المهلهل الزير سالم ورئاسة شيبان اللي هم البكريين عند مرة. اشتد القتال فيهم إلين مرة خلاص اللي هو بعدين فصلوا عن بعض بس ولا واحد من أبناء مرة قتل. بعدين التقوا في معركة ثانية اسمها يوم واردات وفازت تغلب مرة ثانية. وكان جساس بن مرة من طلائع الجيش البكري وأبو نوير التغلبي من تغلب كان من أحد طلائع الجيش حقه والتقوا مع بعض في الليل وقبت بينهم. وأبو نوير عمل فيها قوي يعني مستصغر كان جساس قام قال له اختر إما المصارعة أو الطعان يعني مطاوي وكذا أو المسايفة بالسيوف. فجساس اختار الصراع. أتوقع جساس كان ذكي وفعليا كان جساس انه يصرع ابو نوير التغلبي ويموت والا انه جاء الفريقين قالوا بس يا جماعه صلوا المهم تفرقوا بين بعض كده وخلاص مشيوا. بعد كده التقوا بعنيزه فتكافأ الحيان ما حد فاز على الثاني طلع منها تعادل. وبعدها التقوا بالقصيبات وانهزم فيها بكر وقتل في ذلك اليوم همام بن مره صديق الصدوق للزير سالم. حتى الزير قام قال انه والله ما قتل بعد كليب قتيل اعز علي فقدا منك انت تزي اخوي. فعليا الجيشين بكيوا على حمام. ومن بعدها تغلب بس تطلس بكر. وهنا مرة خاف على ابنه جساس لانه زاد الطلب عليه فقال له خذ 5 من الرجال وروح للشام عند اخوالك. جساس هو رجال لا تبا مهم. وراح لما نعرف مهلهل طلع مين غريمه أبو نوير التغلبي بمشايلين على بعض تمام. قال له خذ معاك 30 رجل وروحوا التقوا. فعليا عملوا كمين وكفشوا جساس وقبت بينهم. ولأنه جساس ما هو سهل قضى على أبو نوير وقتله والثلاثين اللي معاه قتلوا من قبل 5 اللي موجودين معاه. وجساس مات بعدها إثر إصابات. فلما سمع مرة بقتل ابنه جساس قال إنما يحزنني إنه ما قتل منهم أحد. فقيل له لا أنه قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم وقتل معاهم 15. طبعاً الرقم ده مبالغين فيه ما إحنا مبالغين فيه إحنا بس لازم نقول إنه جساس كان قوي. وهنا قام مرة لما نسمع إنه ولد ولا أخذ منهم ناس كثير قال ذلك مما يسكن قلبي عن جساس. وقد روى صاحب الأغاني وابن الأثير رواية تانية. الرواية التانية تتطابق مع المسلسل بس أنا هقول لكم القصة. إنه الجليلة لما مشيت من عند بني تغلب كانت حامل وقفلوا على الخبر فجساس قال لها كتمي الولد ده اللي حيخرج من بطنك انا حربيه انه ولدي وسماه الهجرس. وفعليا تربى في كنف جساس اللي كان زي ابوه الى ما كبر الولد وعرف الحقيقه انه هذا مو ابوه هذا قاتل ابوه. ومع عادات العرب حتى لو كان مهنيني ومعيشني في نعيم قال لا يترك الرجل قاتل ابيه وهو ينظر اليه. وطعن جساس فقتله وبعدين راح لقومه في تغلب. أنا شوية مايل للرواية الأولى لأنه هو وأبو نوير التغلبي كان في بينهم دائما تتش فممكن هذيك تكون جابته في مقتل والله أعلم. فلما جساس خلاص انقتل فمر رسل للزير قال له إنك قد أدركت ثأرك وقتلت جساسا فكفف عنا الحرب ودع اللجاجة والإسراف فهو أصلح للحيين وأنكى لعدوهم. يعني تعال نتحد ليه لا. الزير نشف راسه راحوا قالوا ابن عباد أنت اللي حتعرف تلم الرجال ده
فرس الابن ابو جير استبشر فيه خير انه يجلسوا مع بعض ويتكلموا. طب ليش مش ابن عباد راح له؟ ابن عباد والله اعلم هو كبير في السن من المعمرين، حواجبه من طولها كانت بتخلي عيونه يعني ما هو شايف، يعني كانه في غباش نازل ستاره فوق، كان بيربط حبل ويقفش فيها هنا، يعني دي كانت البندانه حقت ابن عباد. فابو جير راح يدي رساله للزير سالم عن طريق ابوه، ابوه من كبار القوم من كبار البكريين، فقال عن لسان ابوه، قام قال له اني قد اعتزلت قومي لانهم ظلموك وخليتك واياهم وقد ادركت ثارك وقتلت قومك. فالمهلهل لما شاف ذا قاعد يتكلم معاه ويقول له خلاص انه خلينا نصطلح وتمام، فهم المهلهل بقتل ابو جير. فهنا امر القيس بن ابان صاحب الزير قال له لا، يعني مش داس واحد سهل، وبعدين جايك رسول بيتكلم، وقال له ابن ابان قال له لا تفعل، فوالله لان قتله ليقتلن به منكم كبش، انتبه لا تقرب من عند ابن عباد، واياك ان تحقر البغي فان عاقبته وخيمه وقد اعتزلنا عمه وابوه واهل بيته. فابو جير لما شاف الزير سالم قاعد يهايط يقول والله لا اقتله سيبني عليه، قام قال له طب خلاص اقتلني وكذا ننتهي من القصه هذه، خلاص طير راسي وانت والبكرين والتغلبين خلاص ما عاد تتخاصموا ثاني، فراسي براس كليب. هنا الزير سالم تجبر على هذا الموضوع، قام قال له كيف؟ قال له بؤ بشسع نعلي كليب، يعني بؤ بل بشسع نعلي كليب، انت مين؟ وهنا الزير سالم مع الانتصارات اللي بيأديها شاف نفسه انه قوي واعتقد انه ابن عباد ضعف. لما وصل للحارث يعني، والحارث كان حليم هادي وأشدهم بأسا، قال نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل. فقالوا له لا والله إنما قتل بشسع نعلي كليب. فقام قال له إيش؟ مين قال كذا؟ قالوا له المهلهل. ما صدق ورسل، قال له إن كنت قتلت أبو جير بكليب وانقطعت الحرب بينكم وبين أخوانكم فقد طابت نفسي بذلك. بس المهلهل رسل له قال له إنما قتلته بشسع نعلي كليب. الحارث هنا فصل، هنا والحارث حقيقي ما حد يستهين به. وقلنا تكلمنا عن النعامة، خرج مجنون وينشد في الشعر ويبكي ابنه، قال كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، قل لأم الأغر تبكي بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال، يا بجير الخيرات لا أصلح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال، لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ظلال، وأشابوا ذؤوباتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتال، قتلوه بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غال، قربا مربط النعامة مني لا نبيع الرجال بيع النعال. والجسم يقشعر، ولو شفت اكتب بس في اليوتيوب مشهد خالد تاجة لما عمل خبر مقتل ابنه، خالد تاجة عمل دور الحارث. شوف اي ربي شسع نعلي كليب، ما في ممثل جاب بالجبروت الدرامي اللي وراني اسى اب خسر ابنه وقديش حيقوم حرب، وحلف قال والله لا اقتل منهم قتل لدرجة وما حوقف من قتلهم الا لما الارض تكلمني تقول لي خلاص وقف. تحسب ما صار كذا؟ صار كذا، يعني ناس راحوا عملوا نفسهم انهم صوت تطلع من الارض عشان ده خلاص، فاهم؟ خلاص ما كان حيبقى احد على الارض غير البكريين. ولما سمع المهلهل حرقت اب على ابنه قام قال اتعلمون لما قال قربا مربط النعامة مني؟ قالوا له لا، قام قال عشانه كبر في السن وما صار يشوف، وقف كل التغلبين وقف، وانا بعت وقلت الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، بس لا تجوني في ولدي. وفعليا مع انه كان نظره ضعيف شوف السوى، مبدئيا كل البكريين التموا، كل الناس اللي كانوا شايلين على الزير سالم في حرب 40 سنه التموا حوالين ابن عباد الحارث. وابن عباد اساسا صيت واصل من زمان، وابن عباد في هذه الحرب من الحروب الجاهليه اللي استخدم فيها نساء العرب، ولما قال النساء ستقاتل قالوا له وكيف قتال النساء؟ قال قلد كل امراه ادوات ماء وعصايا واجعل جمعهن من وراءكم، يعني يجوا من ورانا، فإن ذلكم يزيدكم اجتهادا، إنك ما تبغى العدو يقرب من المرأة اللي هي عرضك، وعلموا قومكم بعلامات يعرفونها، حلق وأصلع،
فإذا مرت كل الجيش، فإذا مرت امرأة على واحد أصلع عرفته بعلامته وساقته الموية. طب عدت واحد ما كان أصلع، تمسك الهراوة أو العصاية وتضربه وتقضي عليه. فأطاعوه. والله أعلم كما ذكر في المسلسل وكما ذكر في كتاب الأغاني إنه الحرب هذه كانت على العصاري، يعني كان لازم يتلين. ليه؟ لأنه كده كده ابن عباد نظره ضعيف، وكده كده خلاص معلمين بالصلع، فنزلوا إبادة جماعية اللي حصلت. بل أسر ابن عبادة الزير سالم المهلل، بس ما كان يعرف إنه الزير سالم، وراح قال له دلني على الزير فينه، شاور لي هو فين. فقال له مهلهل ولي دمي، تحفظ لي دمي؟ قال له ولك دمك. قال له ولي ذمتك وذمة أبيك؟ قال له نعم. قال له أنا المهلهل وخدعتك عن نفسي، والحرب خدعة. إيش سوى الحارث؟ خلاص. قال له كافئني بما صنعت لك بعد جرمك ودلني على كفء لبجير. كلمة العرب نزلت. هذا أيام الجاهلية، هم ما كانوا عشوائيين وما كانوا بربر، هم كانوا منظمين بجاهلية. فنزلت الكلمة وقال خلاص. قال له دلني. دلهم على مين؟ على عز أصحابه امرؤ القيس بن أبان. امرؤ القيس من شدة حب الزير له، بس نوصف حب الزير لامرؤ القيس، فامرؤ القيس الشاعر اللي معروف في أيام الجاهلية هو سمي نسبة إلى امرؤ القيس بن أبان صاحب الزير، اللي الزير شاور لابن عباد له قال له هذاك هو ابن أبان، وراح فعليا وصرعه وقتله. فلما رجع المهلهل من الأسر فقابلوه نساء القوم، قالوا له انه كل مرأة وكل ابن بيسأل، اللي بتسأل عن زوجها واللي بتسأل عن ابنها واللي بتسأل عن اخوها والغلام عن ابي وهكذا. وما كانت ردوده مقنعة، انه اللي زي ما ينسأل على الحرب له انت لسه بتهايط. فقال لقومه قد رأيت ان تبقوا على قومكم فانهم يحبون صلاحكم، وقد اتيت على حربكم 40 سنة، فما تطيب نفسي ان اقيم فيكم، ولا استطيع ان انظر الى قاتل كليب وانا سائر عنكم الى اليمن. اللي هو انت صاحي، انت 40 سنة ذبحت الناس وقتلت ولد الرجال، والرجال سامحك بعد ده كله يقول ماني قادر اعيش معاكم عشان ما ختار اخويا، انت اخذت كل حاجة. فخرج وراح لليمن، وهو رايح كان رايح مستضعف، كان معاه بنته، فشافوها قوم اعجبوا فيها قالوا له تزوجنا. قال لهم ما ابغى البنت صغيره، قالوا له طب غصبا عنك حتزوجنا. فاكرهوها على الزواج هذه. مين سمع القصه دي؟ بكر وتغلب اللي كانوا مره متضاربين، قاموا هنا قالوا لا والله، راحوا اخذوا البنت ادوها لابوها واسر زوجها، يعني كانوا اجاويد. فجموع تغلب وبكر اتصالحوا خلاص ورجعوا للبلاد وتركوا الفتنه. المهلهل ما حضر الصلح معه، وبعدين اشتاق الى اهله وقومه، فقالت له بنته سلمى تعال نرجع. فقال لها طيب حاضر. وهو راجع شاف قبر كليب، وفي رواية انه كان في حمار كان يبول على قبر على ضريح كليب فقسموا نصين. المهم فدخل على قومه، جاله واحد اسمه ربيع بن الطفيل، كانوا زمان يجلسوا مع بعض ويشربوا سوا. فقام قال له اقسمت عليك انك تغتسل، خلاص استحمى، الناس ما تعرف تجلس معاه بالماء البارد وتحط طيب. فقال المهلهل هيهات، انا قلت ماني شارب وماني مستحمي، وفي بكري عايش على قيد الحياة. وقام بس عشان صار سوء تفاهم نقض الصلح حق بكر وتغلب ورجعت الحرب، وأغار على بني بكر بس في جماعة قليلة صغيرة، تعرف لهم الناس اللي كانوا يسمعوا على المهلهل وشافوه وتحمسوا معاه زي كذا. وتأثر من واحد اسمه عمرو بن مالك، واحد بكري وأحسن إليه، ما زعله. في يوم من الأيام عدى تاجر كان زمان يبيع خمرة للزير سالم، فلما شاف الزير افتكر أيام زمان فداله قارورة وقال له هدية مني لك. فهنا الشباب حقهم بكر لاقوا فرصة حلوة، يعني الزير سالم اللي بنسمع عنه قصص حنروح نتكي معه ونسمع كيف كان يحاربنا وحنشرب مع بعض. وقاعد يشرب الزير سالم وجات لقطة الصراحة، مو برضو حقت بحبك هيبة، لا صراحة تانية. قام يرثي أخوه ويسب في البكريين، وهو جالس عند البكريين فحلف الرجال اللي كان آسره قال لا يشرب عندي قطرة ماء ولا خمر حتى يورد الخضير، يعني ما حياكل ولا يشرب لمدة 5 أيام. فجوا ناس قالوا له بئس ما حلفت، وخلاص الرجال ما يبي ينزل حلفانه وبرضه ما يبغى يموت. بس الزير سالم في 3 أيام روح، يعني ما صبر 5 أيام. هذه أحد روايات كيف مات الزير سالم. في أحد الروايات الأخرى اللي بتقول إنه موجودة برضه في المسلسل وأشيد بالمسلسل، لازم تتفرجوا عليه حقيقي. فا
اعتزل الحرب بعد ضربة ابن عباد له انكسر ظهره فحب يمشي، فابن أخوه كان عنده عبيد فداله عبدين خليهم يمشوا معاك لمطرح ما انت بتروح، وكان بيروح وقتها لليمن ومعاه بنته، فراح زوجوا البنت غصب، بعدين مشي مع العبدين وخلاص ما هو طايق الحياة. فهو نايم سمع العبدين بيقولوا يا عمي ده رجال كبير وراحت عليه، خلينا نقتله ونرجع نقول والله لا دغته حية ودفناه وخلصنا والله وما حد سأل عنه. قال تمام. فالزير سامعهم، والزير شاعر هو الذي هلهل الشعر، فقال اليوم الثاني قال لهم اسمعوا انا كبرت في السن، ايش رايكم تقتلوني وترجعوا وخلاص وترتاحوا انتوا، وانا ارتاح من ألمي وانتوا ترتاحوا من التعب اللي انا متعبكم هو. قالوا له طيب. قال لهم بس هناك وصية اباكم تقولوها للجرو ابن اخوي اللي هو الهجرس ابن كليب اللي رباه جساس، اباكم بس تقول، وعنده اخت اسمها اليمامة، اباكم تقولوا هذه الابيات قدامه: من مبلغ الحيين ان مهلهلا لله دركما ودر ابيكما. مش واضحة يعني، في لحن ناق، في شيء غريب. من مبلغ الحيين ان مهلهلا لله دركما ودر ابيكما. فراحوا فعليا وقال لهم تمام يلا، اداهم ظهره وقال لهم بس لما تيجي تقتلوني ادوا لي هي في مقتل عشان يبي يعني يرتاح بسرعة. وفعليا اتأكد انهم حفظوا وقتلوا الزير سالم الأسطورة اللي قاوم حرب لمدة 40 سنة. رجعوا العبدين عند الهجرس او الجرو فقالوا له عمك مات ولا دغته حية. قام قال طب ما قال شيء قبل ما يموت؟ قالوا له الا وصانا حاجة، قال من مبلغ الحيين ان مهلهلا لله دركما ودر ابيكما. ناقص عيد تاني، عادوا تاني. فجات اليمامة قالت هو البيت اليمين موجود والبيت اليسار موجود، بس التكملة حقته ما هي موجودة، التكملة حقته لغز. قال عيده من مبلغ الحيين أن مهلهلا، قالت وقف أضحى في الفلات قتيلا مجندلا. كملوا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا. عرفوا أن هم اللي قتلوا الزير سالم وقطعوا رأسهم، دي أحد الروايات. تمام. الشاهد من القصة هذه كلها يعني العرب شديدي البأس وشديدي المراس، وكان يجب انه يكون في دين يقومهم، لانه دول الناس اقول لك ايش يعني قلناها قبل كده، اللي ما شاف حلقة خالد موليد رضي الله عنه يرجع يشوفها، انه فكان يجب يجي دين عشان يقومهم، ولا مستحيل يكون لهم ملك. يعني احنا قلنا انه اجتمع العرب على 3 رهط بس لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالة الإسلام وخلاص، والناس دولة تقريبا انحطوا على بوصلة، هم كانوا تايهين. لكن الأخلاق الرفيعة اللي كانت موجودة اللي بتتمثل في ابن عباد لما انقتل ولده، وتتمثل لما سامح الزير سالم تحسب، لما وغير كده من القصص، قصة البراق اللي كانت موجودة عند كليب بن ربيعة وغير كده، الجمال الأدبي كان فيها قوي جدا، يعني جمال أدبي رائع. الأدب كان هو مثلا تويتر دحين ولا السوشيال ميديا دحين، فكان الشعر عبارة عن أدب صلب قوي قاتل كده، وعشان تقدر تسيطر على الناس هذه كان لازم يجيهم كلام أبلغ من الأدب الصلب القوي هذا اللي هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله في القرآن الكريم، كلام الله عز وجل اللي أعجز كل القبائل اللي موجودة هذه. هذه كانت نهاية حلقتنا، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا سووا شير لايك سبسكرايب، نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.